محمد. هلا عبد الرحمن. اسعدك. يقولون هذا الشبيه حقي. صح؟ كلمتان خفيفة. اصبر دقيقة. زين هم الايام. والله جمعتنا احلى جمعة يا شيخ. الله يسعدكم. الله يا رب. ادعونا وتصلون جدة بالسلامة. ان شاء الله باذن الله. وفقين الشيخ منصور الشيخ بدر. بدر ايش الفائدة حقتك؟ اصبر الدرجة حقتك اعلى. فايدة شباب ابتسامة الدكتور. طيب في غير الشباب، في غير الشباب. هي بدر؟ هلا حبيبي اقول لك كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر. قولوها واكسبوا لها شباب. انا انتهي الغالي. هذا المدير حق حملتنا. مرحبا يا شيخ عبد الرحمن. الله يسعدك. الله انها حياة طيبة، ايامك تقضى بطاعة الله سبحانه. الله يسعدك. مرحبا يا محمد. هلا عبد الرحمن. والله ما شاء الله على الشنب حقك. ايش رايك بس؟ والله تعجبني. الله يسعدك. هات محمد. حياكم الله جميعا. اسال الله ان يوفقني لكم ما يحب ويرضى. اوصيكم احبتي بالاذكار والتحيه. مرحبا والله بالحبيب ابو باسل. احلى ايام الحج لما كنا مع بعض. الله يسعدك دنيا وآخرة. امين يا رب. أبو باسل ماذا قال إبراهيم عليه السلام وابنه لما بنوا البيت؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. باسل أبو باسل يستحب لكل عمل صالح تنتهي منه أن تختمه بالاستغفار لأننا لم نحقق العبودية. الله أكبر. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واستغفر الله إن